عليكم ورحمة الله. يا أم محمود، ايوه يا استاذ، أهلا وسهلا، ايوه يا دكتور. أهلا بيك يا ست الكل، بقول لحضرتك والله اتفضل. العظيم انا معامله مرتب لي كأي بنتي، وفجأة من رمضان يا دكتوره خدت الولد، خدت ابني وما جاب ما درس خالص. ينفع كده يا دكتوره؟ ومعيده في سابت. الجامعه. طب انا عايزاكي كده بالراحه معايا يا ست ام محمود، يعني هي من رمضان سابت البيت قالت ومشيت راح يعني؟ اشوف والدتي، قالت راح اشوف والدتي، وما خدتش الولا وما جاتش ما جاتش خالص، ولا ورثني ابني ومريضة في الجامعة يا دكتورة، يعني مش جاهلة يا دكتورة، لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما هي لازم مش نعرف، جاهلة يا دكتورة، متعلمة ومريضة. لازم نعرف ايه السبب يا ست ام محمود، ما يعني فيش ايه؟ سبب تصدقيني يا دكتورة، والله ما والله ما يمكن فيش هو سبب. مش قايل أنا لحضرتك بعاملها كبنتي والله، يا ست ام محمود. انا يا ما ريت تنسى معاني دلوقتي. واحنا برضو يا حرمني من ابني والولد، انا مش علاقه بيه، انا حتى صورته قدامي واقعد اعيط لا عشان حول ما ولا قوة شفتوش. الا بالله. يرضى ربنا طيب، كده يا دكتوره. بس انا خليكي معايا، اسمعيني شويه ام محمود. انا بس أيوة. اتمنى على حضرتك ان احنا ايه، الابن الكريم ابن حضرتك تقولي له يا ابني قول لي ايه اللي حصل، لازم يصرحك قدامنا احنا، مش ما نعرفش ايه اللي بينه وبينها، ما نعرفش ايه اللي حصل، يا دكتورة ايه اللي أصلا خلاها تطلع وتاخد في وشها وتمشي من والله رمضان العظيم يا لدلوقتي. دكتورة، مش هتصدقي حضرتك، مش هتصدقي حضرتك. طولها الهدوم ومحضر لها شنطتها وراح أشوف والدتي تعبانة، إلا راح أشوف والدتي تعبانة ما جاتش ولا وريتني الولد. طيب أنا ما بعملها كلمنا تصدقيني أهلها، والله. كلمنا أهلها يا نعم ست أم محمود، نعم كلمنا أهلها. كلمناهم وقالوا لها تعالي يعني نقعد نتكلم، ما تقول لأ، طب تقول لا تشوفوا خلاص. الولد يعني هي يا ست أم محمود. طيب شكرا لحضرتك يا ست أم محمود، يعني أرجو إنها الأخت الفاضلة اللي سمعت حماتها، يعني مش معقول كده، يعني افرض انا تغيرت مشاعري او انا مش عايزه اكمل الحياه دي، ذنب ايه الطفل ده ما يشوفش اهل ابوه، جده وجدته، وانه يشوف ابوه. لا تجني ام على ولد، لا تجني ام على ولد. النبي عليه الصلاه والسلام يعني في حفاظ، في الحض والدفع بينا وحثنا على ضروره رعايه الحقوق. ييجوا اصحاب الحقوق دول يوم القيامه يسالوا عن حقوقهم دي، هنقول ايه؟ اللي هيحمل ظلم واحد القرآن قال عليه خاب، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. احنا مش ناقصين ظلم نشيله معانا، ده احنا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يغفر ما قصرنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون على الطاعات كده، يعني ب ب في استقامة، ويبقى عندنا حرص على طاعة الله حتى لو انا خالفت نفسي او هوى نفسي. ما تجيش الأم الكريمة دي تستجير بهذه الصورة. لا حول ولا قوة إلا بالله.